الآن يأتي الدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تدبرت وتأملت الدعاء، وجدت أن أفضل دعاء في القرآن، وأفضل دعاء في القرآن اهدنا الصراط المستقيم. هذا أفضل دعاء، اهدنا. هل الهداية هنا؟ نحن نعرف أن الهداية تنقسم إلى هدايتين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. دلالة وإرشاد تبيين وتوضيح، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، يملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. وهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها أحد من بعده أصلا، إذا كان لا يملكها غير من باب أولى. هداية التوفيق، الدخول أو الخروج من هذا الدين، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أي هداية تريد هنا؟ هل تريد هداية الدلالة والإرشاد أو تريد هداية التوفيق؟ عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إذا أردت هداية الدلالة والإرشاد هذا معناه أنك تريد أن تكون كاليهود، تعلم ولم يعمل. وإذا أردت هداية التوفيق دون الدلالة والإرشاد تريد أن تكون كالنصارى. إذن أي هداية أريد؟ هداية الدلالة والإرشاد أن يدلني الله على الطريق المستقيم ويوفقني إلى سلوكي. إذن أطلب هدايتين، دلني ووفقني إلى سلوكي. قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني. أين في السنة اهدني وسددني؟ في القرآن أين؟ اهدنا الصراط المستقيم، مفهوم؟ أي نعم. اهدنا الصراط، صراط مهيئ مذلل واسع مستقيم. الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الطرق هو الطريق المستقيم.